العيد. هو هيجي قبل العيد بس كيف حتجيبه؟ شو رقم هذا الشوز اللي تحت صغير؟ حلو هذا بس قديه؟ هذا اصغر من ورا عليه زي هذا. هذا بيلبسه مع البدله اللي شرينا له اياها. طيب ما كانوا بابا عشان نركب او حتى نبدا نجيب اشياء. كبير كتير بابا هاي. كبير كتير. أجيبة؟ هنجيب هذا الإشي لأسعي. تهد تبان الله. سيجي هو. نسك السلة. ترحمي. شيليهم. بتعبوا جابوا خديهم. أنا أجيب أكبر الأشياء. أجيبة؟ يلا يلا أوكي. هما دول بيجوا ثلاث مع بعض. اثنين انا اسف يلا اوكي بابا نجيبهم دول الشتاء يعني طيب يلا حط لي معك الاديان يلا هذه احسن كمان للطعام هون يعني وصلنا للتصوير على بالات ايش اللون اللي لازم اخضر او هذا اللون كوفالية كوفالية وكمان كان في منطوف طلعوا رجلين يلا اي واحد احلى شو رايكم نعد العشر اللي بيطلع عنده هو اللي بناخده يلا نبدا عند جوج واحد ليليان اثنين جوان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره ياه طيب خلص هلا مننا اي كمان لجوج ان شاء الله شيء ثاني وهلا هذا قسم الدبانات الداخليه راح احنا حناخذ من صفر من ثلاثة من لصفر لانه من صفر لثلاثة ولا من ثلاثة لصفر من صفر لثلاث عشان
عشان هيك هنختاره. هيا من صفر لثلاث. هلا بحط عندي العربات المصور يجوا معكم. هاد ولاد هاد بين انه ولادي حلو. خلينا نختاره. اذا يلا. شكله كبير. شوفي اذا من صفر لثلاث جسمي يبين من السعر. سعر بقى بامون السعر مكتوب عليه. مكتوب عليه للتبان اكس اس. بابا ها مش مكتوب عليه. خلاص اتركي علقي بابا. يلا شوفوا الجهة الثانية. الجهة الثانية فيها خيارات كثير اشياء. الجهة الثانية اليمين امشي على اليمين. هي هي مش مبين. ايش الاشياء اللي عم تشوفوها؟ وهي في بدلة فوق يا لولو. في بدلة فوقك. بابا هاي مناسبة. ايش وين؟ حلوة هاي؟ هاي خليها للعيد هاي البدلة. شكرا للمصورة جوان. الله يعطيك العافية. تعبتي يا جوجو. مصورة المدة. هاي تبان. نخليه للعيد؟ شو رأيكم؟ اه ولا نجيب له للعيد لبسه ثاني. لبسه كامل تكون شغل عيد. تعالوا ندور على لبسه للعيد. هاي نلبسه بيجامة للعيد. علقوا يلا. ايش هذا؟ حلام. نخليه للطلعات كمان. يلا 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 نجيبه. تفضل من هون من هون. أنا هذا الكيس تبعد لعشن. هذا الكيس حفاضات. وهذول الكيس حتى. يلا نظبط. بعدون سيدي دي.